المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها القديس الحبيب بيو، من جراحات الحياة اليومية نبتهل إليك أن تسكب في نفوسنا نعم السماء. يا كاهنا قديسا، سطعت عظمتك في ملكوت الله على قدر ما كنت صغيرا في عيني نفسك بين إخوتك الأصاغر. ألا أطلب إلى الله من أجلنا كي يرأف بضعفنا ويتغاضى عن جهالاتنا ويمحو زلاتنا ويبارك أعمالنا الصالحة ويبعد عنا مكايد الشرير، فنستحق نعمة الوصول إليه على خطاك، ونشكره ونمجده إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض.
السلام والرجاء الصالح لبني البشر. سبحوا لله يا كل الشعوب، هللوا لله يا كل الأمم، فقد عظمت علينا نعمته وصفه باطن أبدا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الآبد وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برخ مورش كهنه، نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الكمال والقداسة كل يوم، إلى الإبن الذي وهبنا نعمة الفداء والخلاص، إلى الروح القدس الذي يزيننا بمواهبه الإلهية ويجددنا بالإيمان وينعشنا بالرجاء ويقدسنا بالمحبة بشفاعة صفيه القديس بي وجميع القديسين. برخ مورش كهنه الصالح الذي له المجد والإكرام في مساء هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها القديس العظيم بي، يا عابد الآب بالروح والحق وحامل جراح الإبن، يا مثقلا بثمار الروح الذي قادك إلى درب القداسة حيث غدت نعمه ظلا لك في النهار وضياء رجاء في الليل، يا عاشق ذبيحة الحب غير الدموية ونجم سر المصالحة والغفران، أنت يا من أدركت أسرار الملكوت بالإيمان واتخذت الإنجيل المقدس ترسا لا يقهر، وسرت بالبرارة جميع أيام حياتك فصمت عن الخطيئة وعطرت الليالي بالصلاة واجترحت العجائب والشفاءات وآسيت مرضى الجسد والنفس والروح باسم معلمك الإلهي، وتواجدت بقدرته في أكثر من مكان في زمان واحد. أما نحن فإلى أي القديسين نلتفت وأنت معهم شفيعنا ومجيبنا ومثالنا؟ نستغيث بك يا بي على عطر هذا البخور، ثقف أذهاننا بأقوالك الحكيمة، نق ضمائرنا بصفاء عينيك، وعلمنا تحمل الشدائد في قفار الحياة كما تحمل أغصان الأرز أكداس الثلوج التي حينما تلفحها شمس الرجاء تجفف أهدابها بألق الإيمان وترسع أغصانها بدفء المحبة. هل أطلب لنا من سيد الفداء نعمة القداسة والسير على خطاك؟ برخ مورش كهني، ومعك نرفع إليه وإلى أبيه وروحه الحي القدوس المجد والشكران الآن وإلى الأبد. أيتها
يعود مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى فرك. مستودع عن نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي، فأعينيني يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى فرك. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى فرك. بارخ موريس كهني يا راهبا نقيا، سلكت درب السماء بإيمان وأمانة، حافظا وصايا الله ومتممها، ثابتا على البر والمحبة، فأثرت سماته المقدسة على يديك الطاهرتين، وأثمرت خلاصا وشفاءات وتوبة وقداسة. نسألك على شذا بخورنا أن تجعل زيتا صالحا للمنارة وطيبا عابقا عند أقدام الصليب، واذكر أمواتنا المؤمنين الراقدين على رجاء القيامة. بارخ موريس كهني. آمين. قديشة تعالوه قديشة، حيل طولو قديشة لمويوتو، اترحم علي قديشة تعالوه قديشة، حيل طولو قديشة لمويوتو. الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. في ذكرى القديسين تزهو بيعته أجواب المؤمنين تشنو ملء الأفواه. ألقيت يا شعوب حول المذبح السري، وافرحي يا قلوب حلك روح بري. يا
ربي يا من تقبل قدم الخدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس وبارك يا رئيس الكهنة. المجد لسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير ورهبانه وهذه البلدة ومؤمنيها ومؤمناتها إلى الأبد. يا إخوتي، اختبروا أنفسكم، هل أنتم راسخون في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، ألا تعرفون أن المسيح يسوع فيكم إلا إذا كنتم مرفوضين؟ فأرجو أن تعرفوا أننا نحن لسنا مرفوضين، ونصلي إلى الله كي لا تفعلوا أي شر، لا لنظهر نحن مقبولين، بل لكي تفعلوا أنتم الخير ونكون نحن كأننا مرفوضون. فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً ضد الحق، بل لأجل الحق. أجل، إننا نفرح عندما نكون نحن ضعفاء وتكونون أنتم أقوياء. من أجل هذا أيضاً نصلي لكي تكونوا كاملين. أكتب هذا وأنا غائب لئلا أعاملكم بقساوة وأنا حاضر، بالسلطان الذي أعطاني إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم. وبعد أيها الإخوة، افرحوا واسعوا إلى الكمال، وتشجعوا وكونوا على رأي واحد، وعيشوا في سلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، جميع القديسين يسلمون عليكم. نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم أجمعين، والتسبيح لله دائما. هللويا. ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي ورخ مورش كهني. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الله.
برخ موريش كهنه قال متى الرسول: خرج يسوع من الهيكل ومضى، فدنا منه تلاميذه يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل، فأجاب وقال لهم: ألا تنظرون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يتركوا هنا حجر على حجر إلا وينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم؟ فأجاب يسوع وقال لهم: احذروا أن يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسم قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون الكثيرين. وسوف تسمعون بحروب وبأخبار حروب، انظروا لا ترتعبوا، فلا بد أن يحدث هذا، ولكن ليست النهاية بعد. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وزلازل في أماكن شتى، وهذا كله أول المخاض. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان ويسلم بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون الكثيرين، ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين. ومن يصبر إلى النهاية يخلص، ويكرز بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وحينئذ تأتي النهاية. برخمور رشكهنه. حقا والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح مساء الخير. إن شاء الله بيكون عيد مبارك على الجميع. بريد بأول كلمتي أنقلكم محبة وتمنيات صاحب الغبطة، وكمان محبة وتمنيات صاحب السيادة سيدنا المطران بولس روحانا السامي الاحترام النائب البطريركي على نيابة صربا. يتمجد اسم الرب اللي جمعنا بهالمساء مع بعضنا البعض حول اسمه، حول محبته، حول بعد شوي جسده ودمه. يتمجد اسم الرب على القديسين اللي بحطهم بطريقنا. مش دايما عم بحكي عن القديسين اللي من غير بلاد، ولكن عن القديسين بيناتنا، بحطهم بيناتنا علامة على محبته، علامة على خلاصه، علامة على ثقته بالإنسان. أنا وعم بتأمل بحياة القديس بيو، وبدي جرب ما أقول شيء عم بينقال كتير وبينحكى عنه كتير، لأنه نحن عنا ميل، نحن البشر نتعلق أحياناً بالقديس أو بالقديس اللي بيعملوا عجائب أكتر، واللي بيكون بحياتهم في كتير من الأشياء الخارقة والأعمال الباهرة. وأحياناً منصير نصنف، منقول هيدا قديس مهم
وهيدي قديسة أهم وهول مش سمعين فيهم. أنا رح أحكي عن مسألتين ما لهم علاقة بالعجيب ولا لهم علاقة بوجوده بمكانين بذات الوقت ولا لهم علاقة بالجروحات اللي ظهرت على جسمه. اللي رح أحكي عنه بالأول هو التزامه وجلوسه بكرسي سر التوبة لساعات وساعات كل يوم. انتو مش مجربينه بس نحن مجربينه انا والاباء. نعرف قديش صعب القعدة، بتبقى قاعد ومش مجلس، جسديا بتبقى متعبة، وفي منهم بيقولولنا نيالكن عم تسمع اخبار الناس، بس بيلكن اوقات اخبار الناس بتصير بتتعب وبتبطل عم تحفظ اذا كنت عم تحفظ من قبل. هيدا الانسان الراهب اللي كان كل يوم يلتزم بساعات من الجلوس بكرسي سر التوبة. ليش؟ كان عم بيحضر سمعته بالعالم؟ اكيد لا، ولكن لانه هو اختبر اولا رحمة الرب عليه ومحبة الرب لإله، اختار انه يحكي عن محبة الله وعن رحمته لكل انسان وانسان ضعيف او ضعيفة او خاطئ او خاطئ، لكل انسان العالم ما بيريده ما بيحبه وبيدينه. قعد ساعات وساعات بكرسي سر التوبة، سر المصالحة، سر المحبة، لقل له لهالإنسان اللي مبيله ربنا بيحبك، انت غالي على قلب ربنا، ربنا بيترك القديسين كلهم كرمالك وبيلحقك. قعد هالساعات كلها على الرغم من التعب النفسي والجسدي والفكري يمكن، بس ليقول هالكم كلمة. ونحن اليوم بعد سنين على وفاته منصير نقول شو كان يقول للناس لحتى الناس تركض وترجع لعنده لتسمع كلماته. شو بده يقول لهم؟ يعني كلمات سحرية؟ بلكم كلمات سحرية لأنه كلمات طالعة من القلب عن محبة الله لك الإنسان. وقديش منا مشتاقين يسمعوا كلمة محبة، كلمة تعزية، كلمة رجاء. قديش في بيناتنا ناس اليوم بهالمكان وبغير مكان بحاجة لبسمة لناس تسمع لهم وتقول لهم انتو غاليين على قلب ربنا. نحن اليوم كلنا مدعوين لنكون القديس بيو بهالطريقة، نلتزم كمان ساعات وساعات من نهارنا بدل ما نقضي وقت، واحيانا بنعملها كلنا، بدل ما نقضي وقت نحكي على بعضنا ونبين ضعف بعضنا، ليش ما منقضي وقت نحكي بعضنا عن محبة ربنا لبعضنا؟ ليش ما منقضي وقت نسمع تعب الناس وهم الناس ونشاركهم بمحبتنا لألهم؟ والشيء الثاني اللي بدي أتأمل فيه، شفت كم مشهد أوقات على التلفزيون عنه هو كيف عم بيتصرف، حسيته أنه إنسان عم بيهرب، عم بيهرب من التلفزيون وعم بيهرب من الناس اللي لحقينه لتخذ له صورة، عم بيهرب يمكن من الناس، يمكن غلطان بس هيدا إحساسي، عم بيهرب من الناس اللي جربت تدقر له جرحه لتتاخد البركة. ليش؟ لأنه كان إنسان جفس؟ ما بفتكر، يمكن لأنه كان عارف من جواته هو اللي عم بيختبر كل يوم محبة ربنا لإله وضعفه بذات الوقت. كان عارف إنه هو منه إلا عامل بحق للرب، عم بيعمل شغلته لا أكتر ولا أقل. هو اللي اختبر، عم بيخبر عن اختباره، عم بيعيش مع الآخر اللي عيشه هو وعم بيعيشه مع الرب.
كان عم بيهرب لأنه ما بده المجد لإله. مين هو ليطلع له مجد؟ مين هو لحتى الناس تجيب سيرته؟ ولو كان عم بيعمل أعمال خير، أمين هو؟ كان عارف أنه كل شيء عم بيعمله هو نعمة من ربنا، هو بفعل الروح القدس بحياته. قديش نحن مهم كمان نتذكر أنه نحن المسيحيين موجودين بهالعالم لنكون عم نشتغل بنعمة الرب وبفعل الروح القدس، عم نشتغل من أجل خلاص العالم. ولكن بالآخر نقول نحن جماعة عم نعمل شغلنا، ما بيطلع لنا لا تمثيل ولا غير تمثيل، لا بيطلع لنا صور وقوان ولا غير صور وقوان، نحن عم نعمل شغلنا. كيف ما فينا إلا ما نعمل شغلنا؟ بدنا مجبورين نعمل شغلنا ونشتغل مع ربنا من أجل خلاص العالم. نحن اللي بنختبر كل يوم كيف ربنا بيرافقنا، كيف هو حاضر معنا، كيف بيحمل معنا حزننا. ليش بدنا نحرم نعمة ربنا عن الإنسان اللي حد منا؟ مجبورين نخبر، مجبورين نبشر، مجبورين نعيش قدام الآخرين. وبرجع بقول من دون تربيح جميلة مين نحن؟ ربنا اللي عم بيعمل كل شيء من خلالنا. أكيد نحن عم نتجاوب مع نعمته وفينا ما نتجاوب، ولكن إذا تجاوبنا شو بيطلع لنا؟ يعني بكفينا أنه نحن عم نتمم إرادة ربنا؟ لازم نقولها لحالنا، بكفينا أنه نحن عم نتمم إرادة ربنا بحياتنا. ليش المسيحية مش عم بيأثروا بالعالم قد قبل؟ وخصوصا بمنطقتنا ليش مش عم نأثر بالعالم؟ يمكن لأنه صرنا عم نهتم بحالنا أكتر وبمشاريعنا أكتر وبحساباتنا أكتر، ومش عم نمشي مع الرب ونشتغل بمشاريع الرب. مش هطول عليكم أكتر من هيك، بدي قلكم وأنا وجاي عم بتطلع بوجوهكم ووجوهكم فرحانة، أول علامة على حضور الرب بحياتنا هي الفرح. تاني علامة إذا بدي حطهم ورا بعضهم، مش بالقيمة ولا بالتراتب من حيث الأهمية، أولا الفرح، تانيا الرجاء، ثالثا المحبة، رابعا الغفران. أنتوا وأنا والأباء كلنا مدعوين لنعيشهم هول كلهم، للعالم يعرف أنه يسوع حي، مش خبرية من 2000 سنة، يسوع حي وبعده عم بيخلص البشر، مثل ما بادري بيو كرس حياته لينقل رحمة ربنا للناس. وبالآخر قال ميني أنا، وأنا قدامكم بقول ميننا نحن غير بين إيدين الرب أشخاص استعدوا وحضروا حالهم ليساهموا بخلاص العالم. أنا بشكر الأباء والأبات سمعان اللي دعيوني لحتى أكون معكم بهالوقت، مش مبين علي بس هي فرحة كبيرة لإلي حقيقة تشوف هالأشخاص كلها، وهي أول زيارة لإلي لدير مردومة، ما كنت بعرفه من قبل. فت اليوم من الباب العريض تعرفت عليه بشكل مميز. إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى عيالكم، وبيكون عيد مبارك، وبيكون كمان دايما انطلاقة جديدة لحياة مع يسوع المسيح ومع إخوتنا وخياتنا من أجل خلاص العالم. أمين. نؤمن بإله واحد. وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
وصار إنسانا وصلب عنا على عهد ميلاد سلطنتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يشهد له ويمجد الله تقول الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى في الحياة الجديدة في الدهر الآتي. إيت الوقت مد بحيد له والوقت له دم حاد تنيون، وينو بصوغ الطيب وطاخعوا للبيت اسكود بها يكلو قوشو دحل تخمر يودا بارن وبساني صلوا على إمة المراد قالوا هو بالقربون نترحم عليهم مصموت من يسأل ينال ومن يطلب يجد ومن يقرع اسألوا طاقوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا أو سأله سمكة أعطاه حيا اسألوا طاعته اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف ومار مارون ومار دومت والقديس بيو اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة أذكر هذا الدير ورهبانه والمؤمنين والمؤمنات الحاضرين وأذكر هذه البلدة وسكانها المؤمنين وأذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان Oh.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي كهنة المسيح ويا أخي خادم الروح القدس. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين. برخ مورش كهني، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا. برخ مورش كهنه، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع الروحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. مجدك العظيم.
القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودك دم حاشودي لمعبد حي نساب اللحم بداء قديش طو وبارخ قادش واقصو يا بالتلميدة كدمى سب خول من كل خول هون هدني تاو فغرو احلف يكون واحلف ساقيه ما تقسي وما تهب حوصو يطحو بوالحاي دلعو لمع اللي صدم زغو من حمر من مايو بارخ قادش ويا بالتلميدة وكدوما ساب اشتاو مني كل خون هونو داني تاو دمو تحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشهد وما تهب حوصو يطحو بوالحاية دلعو لمعلمي بهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. بأرهبها ساعة أحبائي ينحدروا فيها الروح الحي القدوس ويحل على ذا القربان الموضوع لتقديسنا فلقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا.
استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا ومار بولس المحتفل بهذه الذبيحة، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. أذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومردومت والقديس بيو والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. أذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أمامك
فتحنا أضيب العمر قربانا أضيب الروح إيمانا بمجدك فامنح المغلوب مدى شهياً قرب عنا يا ذبيحاً غافراً قرب ذاته لأبيه يا حملاً صار لنفسه حبراً مقرباً لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك فخوراً فنقربها بك إلى أبيك لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر. برخ مورش كهني، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احن رؤوسكم امام الرب الرؤوف وامام مذبحه الغافل وامام جسدي مخلصنا ودمه المحي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد القدوس واحد القدوس تبارك اسم الرب لأجل
لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. إخوتي الأحبة، كرمال المناولة لح يتوزعوا سيدنا مع الكهنة الأفاضل عليكم على المماشي، لح يكون بكل ممشى في كاهن قدام وكاهن ورا. نتمنى عليكم تجوا بالممشى صف واحد وترجعوا من نفس الممشى على أماكنكم. للقوت الفاني
بل اعملوا للقوت الباقي في الحياة الأبدية. دمك يروي الروح جرح الفادي يصيبك بيو 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 بلت الكلمة حملت الشوك ببسمة جسد فيك النعمة يسوعك 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 حبيبك يسوعك 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 حبيبك تحمل الأسرار تغمرها بعينيك طبعي المسمار معلم بإيديك تحمل الأسرار تغمرها بعينيك طبعي المسمار معلم بإيديك تعبان مرفوع يهمس لك يسوع ملايك تحواليك يا كاهن المجروح ورفيقك صليبك يا كاهن المجروح ورفيقك صليبك دمك يروي الروح جرح الفادي يصيبك يا كاهن المجروح ورفيقك صليبك
دمك يروي الروح جرح الفادي يصيبك بيو بنت الكلمة حملت الشوك ببسمي جسد فيك النعمة يسوعك حبيبك يسوعك حبيبك. ارحمني يا الله ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وبحسب رأفتك امحو مآثمي يا الله ارحمني يا الله اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف بأثامي لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت يا الله ارحمني يا الله لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني نجني من الدماء نجني من الدماء ولك يليق المجد يا الله لك يليق المجد يا الله ارحمني يا الله أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحيم يا محبا للبشر ارحمنا
ربي يسوع ابقى معي دوما. ربي يسوع لا تتركني أبدا، لأنك أنت حياتي، لأنك أنت نوري وأنت كل قوتي. ابقى معي يا سيدي، أنت في القربان اجعلني أراك، واجعل مناولتي قوة وفرحا، قوة تدعمني وفرحا لقلبي. ميرسي لسالم على هالتراتيل الحلوة اللي هو مرافقنا من أول ما بلشوا قداسات بادري بيو، وبشكر كمان بالوقت ذاته حضور مميز لجيلبير جالخ. خلونا اتنينهم نصلي مرتين الليلة. نشكر الله على نعمة القداسة ونعمة القديسين اللي دايما بكل زمن إلى قديسة. نشكر بادري بيو على كل نعمه اللي عطانا إياها لا تحصى ولا تعد، وعلى كل نعمه اللي رح يعطينا إياها. وأنا بعرف إنه عندكم كتير طلبات الليلة منه بليلة عيده، وهو بيسمع وبيعطي كل حدا منا اللي بحاجة لإله. بدي أشكر حضوركم فرداً فرداً، أنتوا اللي بتصلوا لنا ونحن منصلي لكم ونمشترك مع بعضنا بالصلاة. الليلة بهالأمسية المميزة وبختام هالقداس، أنا بدي أشكر باسم قدس الأباتي سمعان أبو عبدو رئيس الدير، وأبونا مارتن عيد وكيل الدير. بدي أشكر وكل الأباء الموجودين. أشكر سيدنا على حضوره وتلبية ندائنا وترقص هالذبيحة الإلهية. أشكره على كلمته المغذية لإلنا. وباسمكم وباسم كل الحاضرين أباء وعلمانيين بدي أتمنى له لسيدنا النجاح والقداسة بمهمته الجديدة بأبرشيت بيروت. نحن كرهبنة مريمية ورهبان، وأنتو كعلمانية بتحبوه، وكل الحاضرين وخصوصا ببلدة فيطرون رئيس البلدية وكل الحاضرين، أنا بدي أتمنى نزقف زقفة كتير كبيرة لسيدنا ونتمنى له كل النجاح. رح نكفي النعم، نعم بادري بيو اللي بده يغدق علينا الليلة بالتخير اللي رح تجوب بيناتكن. خليكن بأماكنكن. هالتخير اللي هي شعرة من دقنه لبادري بيو، وهي شقفة من دمه، شقفة من دمه لهالقديس اللي كان يمسح فيها جروحاته، وفي شقف كتير توزعت على العالم وبتنال نعم كبيرة. رح نبلش بالتطواف الأباء والتخيري وتمثال بادري بيو رح يجوب بيناتنا، وبالآخر منتبرك منها. بالنهاية شكر كتير كبير لسايت كسروان أونلاين اللي عم ينقل مباشرة هالقداس المبارك، والشكر الكبير كمان لمحطة الام تي في اللي هي كمان برسالتها بتنقل رسالة ربنا لكل العالم. كل عيد وانتو بألف خير. بعد بدي أقول شغلة أخيرة. نحن منلتقى جروب بادري بيو كل 23 الشهر
بأيلول منختم لقائنا بمزار بادري بيو، وبتشرين منبلش كل 23 نلتقى الساعة 8 عشية نقدس قديس بادري بيو بكنيسة سيدة الويزي بزوق مصبح. إذا بتسمح سيدنا كمان باسمك واسم الآباء كمان أبونا شربل بيطلع له زقفة كبيرة، لأنه من سنة 2002 لليوم بعده عم بيعطينا من حضوره وروحانيته، خصوصا مع جماعة بادري بيو، وهو يلي كان عنده هالفكرة أنه يأسس هالمزار ويكرس هالمزار على اسم القديس بيو. نشكرك أبونا شربل. برخ موريش كهني، نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا. برخ موريش كهني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. أدائنا تفضل. بالإربان تجسد الله بيو بجروح المصلوب، عخد النجمة تتعلى ظل النور ومجد تجلى. بالإربان تجسد الله بيو بجروح المصلوب، عخد النجمة تتعلى. بيرح جاره فرحانين براهب بين القديسين عام اذبح ألم صلى. ما بعمرك قضيت نهار وإلا من جرحك موجوع، جروحاتك صارت أسرار تتمجد فيها يسوع. للإربان تحاكيها وعيونك تسكر فيها، والكاس بإيدك مرفوع. ظل النور ومجد تجلى، بالإربان تجسد الله بيوت جروح المصلوب، عهد النجمة تتعلى. بيرح جاره فرحانين براهب بين القديسين عام اذبح ألم صلى. بإيمانك تقرا الأفكار، بدموعك تمحي الخطيه، كلماتك تدفق أنهار، وكنيسة باسمك مضوية تتنقل على جناح النور،
وبتوب العطرار نور تتحمي الإنساني. طل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله قيوم جروح المصلوب عخد النجمات تعلى. طل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله قيوم جروح المصلوب أخذت النجمات تعلى. دير أحجاره فرحانين إبراهيم بين القديسين عمذبح آلام صلى. طل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله فيه بجروح المصلوب عخد النجمات تعلى. طل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله فيه بجروح المصلوب أخذت النجمات تعلى. دير أحجاره فرحانين إبراهيم بين القديسين عمذبح ألم صلى. مدى عمرك قضيت نهار وإلا من جرحك موجوع جروحاتك صارت أسرار تتمجد فيها يسوع. للقربان تحاكيها وعيونك تسكر فيها والكاس بإيدك مرفوع. ضل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله فيه بجروح المصلوب أخذت النجمات تعلى. غير أحجاره فرحانين إبراهيم بين القديسين عمذبح ألم صلى. بإيمانك تقرا الأفكار بدموعك تمحي الخطيه كلماتك تدفق أنهار وكنيسة باسمك مضويه تتنقل على جناح النور وبالتوب العذراء مغمور تتحمي الإنسانيه. طل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله فيه بجروح المصلوب عخد النجمات تعلى. طل النور ومجد تجلى بالقربان تجسد الله فيه بجروح المصلوب أخذت النجمات تعلى. دير أحجاره فرحانين إبراهيم بين القديسين عمذبح ألم صلى. نرفع صلاتنا عبر شفتيك نضع همومنا بين يديك يقي الحنون
النبي الحنون لا نخشى الظلام فنور سراجنا ضياء دنيانا يا بي وهم وسراب قد طير